ليالي وين؟ هذا اللي يهمك؟ تسأل عن ليالي؟ أنت قل لي وين ليالي؟ وين أخذتها؟ قبل لا تفتش الحبل، ما تبي تعرف منو حرق عيالي؟ أهو اللي حرق عيالي خالد ومحمد وروان، وأهو اللي حرق خالك ناصر. إيه، واللي حرق خالك ناصر زوجي، واللي دمر حياتي هو اللي أخذ كل شيء بحياتي. رجعت لك الذاكرة، ليش ما بلغتي عنه؟ ليش ربطته وحبستي ليالي تبين تحرقينه؟ عشان أحرق قلبه على بنته مثل ما حرق قلبي على عيالي. أنت مستوعبة الكلام اللي قاعد تقولينه؟ تخطيط وحرق، عين الشرطة وين راحت؟ ما تقدر تبلغ لأنها مجرمة مثلي مثلها. معنات الكلام اللي قاعد يقوله؟ تحت شيء؟ عدنان الله يخليك، انت مو فاهم شيء. اي فهميني، قولي لي عشان استوعب. ما راح تقدر تفهم ولا تستوعب. خلني انا اعرف بطريقتي شلون انتقم من اللي اذاني. كذي تنتقمين منا خالتي؟ كذي؟ ليش احنا عايشين بغابه؟ الدنيا ما فيها قانون؟ انت لازم تلجئين حق الشرطه، هم الوحيدين اللي راح ياخذون لك حقك منه. ما راح اروح الشرطه. لا راح تروحين. هذه جريمة قتل ولازم تبلغين عنه. أنا ليش هني؟ اهدي اهدي، الله يخليك، اهدي. ما عليك إلا العافية. أنت الحين بخير. أنا أنقذتك من الحريجة اللي كانت مدبرتها لك وصايف.